ديزاينز مع جمانة اليوم يلي معايدة خلص حطت الصفرة بعبكير عم تحضرها. أنا معايدة وكلنا عن جد أول شيء أسبوع مبارك للكل. ما فيني أنا كاتيا ما أقطع هيدي المناسبة بلا ما فرجي الناس كيف نعمل الزينة تبع طاولة عيد الفصح الايستر تيبل ديكوريشن. هيدي مناسبه عزيزه على قلبنا كلنا، سو حبيت انه نفرجي كيف فينا نضيف هالاجواء العيد على قلب بيتنا من دون ما تكون الزينه تبعيتنا مرتكزه فقط على بيض العيد والصيصان والدجاجات والارانب وكل هالاشياء يلي هي رمز لزينه عيد الفصح. في الالوان بتوحي كمان بالعيد 100%. هلا وقت نقول تيبل ديكوريشن كاتيا بيشمل هالشي، هون عم نحكي يمكن عن عزيمة غدا أو يمكن بعد الظهر إذا بدنا نعزم عائلة، وكلنا بنعرف إنه هالمناسبة هي مناسبة رائعة لحتى تجمع أفراد العائلة كلها والأصحاب القراب. سو من الصحون للشوك والسكاكين للصواني للبغوكاول الصحون الكيك للصحون البونبونيير كل القصص اللي ممكن انه نستعملها عملت لكم انا سيلكشن مع الالوان وهلا بنحكي عنه تباعا لحتى نفرجي كيف فينا نضيف بس من خلال هالاواني يلي مش بالضروره نستعملهم بس على العيد. يعني هيدي شغله مهمه انه هون ما عم نحكي اشياء نشتريها لحتى نستعملها لمناسبه وحده بس خاصة استوحيت من العيد لحتى نمشي صوب. يعني بيبقوا إذا كل قطعة يعني مستعملة وحدة أو مع غير سات أكيد. ما بتبقى بتعطي نفس القيمة. إيه أكيد، ولكن لما بيكونوا مجموعين بيعطوا إفي العيد يعني. 100% 100%. حبيت الشرشف تبعنا؟ أوريجينال والله. شفتي هون كان أول شغلة قلتي لي. حاسة حالها عم تعمل بيكنيك. ما إكزاكتلي، هيدي أنا من أكثر الأشياء الألوان أول شيء اللي حبيت أشتغل عليها ولهيك حبيت أستعمل الشرشف. غير حدا كان شايفها ملعب فوتبول قال يا مامي لا بليز ما تقولوا لي ملعب فوتبول. كل واحد ماشي اطاحوا بالمناسبه اطاحوا فيها. سو الاخضر كثير حلو، يعني ما فينا نفكر بباك بلا الاصفر والاخضر. هون زدت على الاواني وعلى الصحون، فينا نعمل هيك كاتيا لحتى يبين معنا الورد تبع الطبيعة. يعني دايما لازم ندخل، وكلنا بنعرف انه باك دايما بيجي مع بداية فصل الربيع، سو كل شيء خاصه بالفلورلز اللي حكينا عنهم كثير كمان بحلقات سابقة من ديزاينز، عم بحكي الورود وحتى كل اليمنتس الطبيعة ان كان فراشات طيور كل هالاشياء فينا ندخلها على طاولتنا، ومن خلال الالوان كمان مرة بنفوت باجواء باك. انت شو بتعملي لتزيني طاولة باك؟ شو ما طلع بايدي ما هيك بالالوان بتركزي على الالوان اللي حكينا عنهم ما هيك. سو اذا بدنا نبلش بالصحون يلي عندي كاتيا بالنسبه غير انه في عنا الفلورلز يعني الورود يلي دخلت على نقشه الصحون في عندي كمان الشواك والسكاكين. هلا الشواك والسكاكين هون مستعملين باللون بالفضي بالإينوكس، في منهم كمان باللون الذهبي وكثير حلو. انا كنت حبيت اليوم يكونوا معنا باللون الذهبي اذا بتشوفي لانه في عندي اواني داخلها الذهبي، سو اذا بيكون في عندي انا الكوفير بالذهبي بيعطي رابيل لباقي الاواني على الطاوله بيطلع شيء روعه. هيدول القصص يلي بذكروني انا شخصيا بأليس ان وندرلاند، يعني كل شيء في كوب ابيي، كل شيء في اشياء هيك مرتفعه على اجر صغيره، فينا نودع فيها كل شيء ممكن نتخيله من كان من اكل مزبوط لحتى ديكوراسيون العيد نضيفها بقلبها. اذا عندي انا من هالبيض البلاستيك اذا زدتهم بقلب الاواني تبعولي على الطاوله واستعملتهم على شومان دو تابل في حال ما عندي انا شرشف بيطلع شغله كثير حلوه. البروكا او انا بحكي كاتيا اذا بدك تقطشيني انت قولي لي رومان عم بسمعك هلا. اذا مثلا البروكا او هون نقيت عندي من تحت في عندي اللونين الاصفر والابيض كمان لنضلنا بجو ايستر. فكرتهم بالاول شموع اي او شي مثل او حتى مزهريه يعني؟ لا هلا انتبهت فارغين من الوسط. فينا نستعمل مثلا وحده مي أرجينال. وحده ليموناد، حتى باضافه الليموناد وحتى عصير البردقان بنكون ضفنا نحن الوان زائده على الطاوله بيطلع جو كثير حلو.
هلا الكبيات كمان لهم مطرح. الكبيات انا عملت عن قصد انه نقيتهم من الزجاج الملون، اوكي لي فيغ كولوري. هون في عندي باللون الاصفر، واي لون ممكن انه نحن نلاقيه بالسوق ويعجبنا، ان كان من الازرق اورانج، انا حبيت ضلني اكثر شيء بالاصفر والاخضر والروز، ودخلت كمان تو جيف ذا هول تيبل جلامرس تاتش الذهبي. شوفي هالشيء شو حلو، هدول على بس فكره صغيرة. منهم ملزقين من واحد، مش معقول ما هيدا الشيء. لا معقول هيدا، لا معقول، وينا هي بتحطي فيها لنقول حبة شوكولا واحدة، اوكي بتضيفيها. هلا انا استعملتهم بعدة بس متخانة عليها هيدي هون. يا كاتيا شو حلوين، برجع بقول لك اجواء اليس ان وندرلاند كلها حبيت انا انه اوجدها على الطاولة. كل وحدة منهم ممكن نستعملهم بشكل سيبريت، كما وانه فينا نستعملهم بشكل ديكوراتيف ونحط بعض الاشياء على جانب كل من هدول الاواني. شغله كثير حلوه. خطرين شوي لانه انا وضعتهم على الحبيت. اي wanted تو جو كومبليتلي اوريجينال، ما نقيت شرشف عادي. نقيت هيدا الشرشف الجازون. هدول الكوب كمان بياخذوا العقل. كمان مره فينا شفتوا الذهبي لك انا واضح فينا نحط بقلبهم لي زو دو شوكولا، فينا نحط بقلبهم بيض مسلوق حقيقي، فينا نحط بقلبهم اكل، يعني وات ايفر. بس خلينا ننوع بهالطاوله لحتى قد ما فينا انه نعطيها غنى، وقد ما فينا انه تكون هيك ابيتايزنج. ابيتايزنج بيطلع رائع. هيدا البول اسالات. طب معقول هيدا الشيء انه حدا انه ما انا ماشي انا وقت انغرم بشيء بنغرم حتى مع الصحن تبعه. شفتي كاتيا بعدنا عم نحكي على الالوان على مود الربيع. هيدا الصحن ممكن يستعمل كصحن لحاله، وهيدول موجودين مع بعضهم بيعملوا سيت اني سلاد برينتانيير. اي شيء من الاشياء الطيبه يلي عم يعملنا اياها الشيف عندنا بالاستوديو ممكن انه تستعمل باي من هدول الاواني يلي موجودين معنا. هنيك شو في؟ يلا واصلين لهم. لا حدك دغري. اي هاي هاي لا هاي شفناها اللي حدك دغري. هاي فوالا ياي هيدا شيء كثير حلو. نرجع على ماشي، يعني دي بتيت كوب عرفتي فيك تحطي بقلبها يلي ان شاء الله زيتون. زيتون اخضر، زيتون اسود، يعني هون بدنا نتفنن نحن. كل شيء الغراض اوين الطاوله بيساعدونا لحتى بتعرفي كاتيا بدي اقول لك شيء وبدي اخبر المشاهدين شيء. انا وقت اعمل عزيمه ببيتي قبل ما فكر بالاكلات يلي بدي اعملها فكر بالصحون والاواني يلي بدي استعملهم لشوف باي احجام بدي استعمل اي كميات، ان كان الجاتويات تبعولي ان كان السلادات. مثلا هيدا الصحن لهيدي الاكله، هيدي لهيدي السلاد، لانه صفغات وكمان حسب لون الاكله لانه بتبين بقلب لون الجات مختلفه. البرزنتيشن شغله كثير مهمه، وهون عم نحكي عن ايستر سو ما فينا نمرق هيك مناسبه بلا ما تكون مميزه بكل الاشياء. هيدا البلاتو سيرفيتور يلي انا بحكي عنه دائما 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 بكل الديكوراسيون تبعولنا، يعني اذا عم نحكي نحن صالون بياخد العقل، وعندي كوفي تيبل كثير حلوه داخل هيدا الصالون. اذا انا لانه كلنا بنعرف انه الاكسسوارات هي يلي بتكمل الديكور بالكامل، سو اذا انا وضعت هيك بلاتو على الطاوله عندي كما انه فيني اوضعه على مائده مثل اليوم، ووضعت عليه تحت دي شوكولا، اذا عندي عم نحكي على غدا فريز اكيدني فوق، يعني بتكوني كمان بالالوان انت نوعتي وطريقه البرزنتيشن بتطلع كثير حلوه. سو هيدا بمجرد ما يكون موجود على الطاوله خلص كمان هو عطى هالسبيريت المميزه وهالجو المميز لعيد الطاوله، للطاوله يلي بجو العيد عندي. كنت سألتيني كمان عن غير اشياء، هلا قد ما فينا انا كثير من الناس يلي بحب انه دخل نفس الاليمون باشكال وبديزاينات متعدده وباشكال متعدده، يعني اذا عندي انا هيدي الكوب ابي مع المبينه معنا مع الحفر يلي عليها والديزاين يلي فيها بعدنا باللون الابيض، اذا استعملت حد منا وحده هيك هولي ما مبينين شفتوا هون وينهم
سو بيعطي جو كثير حلو، بيزيد غنى على الطاوله، بيطلعوا على هالاواني يلي هن متشابهين ولكن متعددين، عم بيضيفوا نفس الفكره مرتين وثلاثه، وكما ذكرتي انت كاتيا باحجام متعدده، كله هيدا بيضيف غنى لطاولتنا. يعني انا في يكون عندي عزيمه لثمان اشخاص، 10 اشخاص، 12 شخص، قد ما ضيف من الاشياء يلي بالوسط ممكن يكونوا مثل ابيتايزرز موضوعين على هدول الاواني يلي عم نحكي عنهم، والاطباق الرئيسيه على غير طاوله بيوفيه بي يعني منفصل، بكون انا عملت كل هالزينه وجو العيد على طاولتي الرئيسيه من خلال الاواني المستعمله. ولا ما بدك ولا سنتر دو تابل ولا شيء، خلص بنكون استعملتهم هن بحد ذاتهم بالاطباق وبالكل. وكمان مره لارجع على فكره الرئيسيه، انه انا ليش استعملت كل هالاواني بالالوان والديزاينات الموجودين لا زين فيها طاوله عيد الفصح، لحتى فرجي المشاهدين، فرجيكم انه مش بس من خلال استعمال بيض وصيصان ودجاج وارانب فيني اخلق هالجو. هون اذا انتبهتوا زايده يعني فريمون لو مينيموم، يعني هون في عندي اثنين بيض بلاستيك وبس، الباقي ما في عندي شيء، من خلال الالوان والنقشات والشيبس تبع الاواني تبعولي بين عندي جو عيد الفصح، ومن خلال هيدا الشيء كمان بنكون نحن استثمرنا باواني ممكن نستعملها على كل المناسبات لكل ايام السنه، مش بس نترك صلاحيتها ليوم واحد او مناسبه واحده او عيد واحد بالسنه. مثل ما بس يجتمعوا هن كلهم سوا على الطاوله بيعطوا افي العيد، وقال لك فينا ننوع فيهم بغير طريقه، خاصه اذا عم نحكي عن الابيض يلي يعني بيمشي وين ما كان مثلا، وبكل او الذهبي كمان بيمشي وين ما كان. مزبوط. وهون كاتيا حلو انك تعرفي كيف تفرقي بيناتهم، يعني اذا انت شي يوم عندك عزيمه فورمال او ما فيها مناسبه عيد بالمره، فيك انت تستعمليهم هدول الاواني اللي داخلهم ذهبي او بس ابيض ساده مع غير صحون وغير شواك وسكاكين فورمال اكثر بعد، خلص كمان بيطلع لك الجو يلي انت بتريدي. هون انا اشتغلت على عده على ستين كبير، وهون ولا في صيصان ولا يعني ما في شيء بيحكمنا ابدا، هون انت عندك الحريه المطلقه مشان ما نقدر نستعمله الا مره بالسنه. صح. هون انت اذا بدك تستعمليهم لنقول لباك مثل اليوم، فيك تضيفي بعض من الالمنتس دو ديكوراسيون، بس لانه الالوان حكيت خلص الالوان هي عطيت. صح. فيك تحطي دون دي بونبونيير دو شوكولا، فيك تحطي شو في عندي، في عندي وقت بعد كاتيا قد ايه بعد؟ قد ايه بعد عندها وقت؟ بدي فرجي هيدا شو فيني اربع دقايق بعيطوا علي؟ لا ما حدا بعد، مين بيسترجي؟ هيدا شيء كثير مهضوم، لانه هلا انت بس تدقريها رح تنأذي. فينا نحطها هون بركي. اه هيدا كرتون. كرتون. اوكي كرتون. يعني وقت اقول لكم اليس ان وندرلاند، هلا ما عرفناها لان عاده بتكون ملونه، هلا هيدي كثير كلاسي. شايفه شو كلاسي مع هالذهبي يلي فيها، بس مش مناسب مش مناسبها البلوز ابدا. لا مش عم بقى حرام عم ترجف على البلوز، بس انه قد ايه فكره مهضومه. هون كمان اذا ما عم نحكي نحن باك، فينا نستعملها مشان بيرث ديز ديز اوكازيون دانيفرسير للاولاد بالبيت او حتى للكبار، لانه اتس تو شيك يعني، عرفتي؟ سو هدول الاشياء كلهم انا ماشي جي لو كو دو فودغ، ما قدرت غير ما فرجيكم كلهم هدول. هيدا الفاز كثير حلو، كمان بيتماشى مع باقي الاواني، فينا نستعمله لحتى مش ضروري نحطه يمكن على طاوله مائده العيد، بس انه ممكن انه نستعمله لحتى نضيف بقلبه كل شيء ممكن انه نتخيله، من شوكولا العيد لبيض العيد لغيره. وكمان مرة ممكن نستعمله بغير استعمالات إذا ما عم نحكي نحن باك وعيد الفصح. أنا كتير حبيت أفكارنا لليوم، ما أفكار حلوة وأفكار عيد، يعني دخلتينا بجو العيد من هلا. إيه لازم بس مجبورين نفكر يعني أكيد لحتى تكون جاهزة نهار السبت ونهار الأحد، تكون الميدة جاهزة. ينعاد عليكي. ميرسي كاتيا، ينعاد على الجميع، جويس باك. أكيد بنشوفك بمحطات تانية وبمواضيع تانية بديزاينز. شكرا لك شو بنات فاضل. ثانك يو. وفي هلا بنرجع بنتابع نحن وياكم لايف مع فاشينيستا، خليكم معنا.